بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا الله رسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو، يعني السجود من أجل السهو في الصلاة، وهو باب يعقده الفقهاء رحمهم الله في بيان أحكام السهو إذا نسي المسلم في صلاته، سواء نسي أقوالا أو أفعالا، وسواء كان بزيادة أو بنقص أو بشك على ما سوف يأتي. والسهو لا شك أنه من طبيعة الإنسان. و قال أيضا: إن أحكام سجود السهو من خصائص هذه الأمة، وهو أيضا من التخفيف ومن الرحمة بهذه الأمة أن هيئ لها ما يجبر النقص في صلاتها أو في عباداتها. قال: باب سجود السهو. سجود مضاف، طبعا باب مضاف، سجود مضاف والسهو مضاف إليه. قالوا: هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني سجود سببه السهو، سجود سببه السهو، كما قالوا في زكاة الفطر: من إضافة الشيء إلى سببه، يعني زكاة بسبب الفطر، فهي يعني مضافة للفطر لأنه هي تقع بسببه، شرعت بسبب الفطر. وحينما نقول بسبب الفطر، كذلك حينما نقول زكاة الفطر بسبب الفطر أو سجود السهو بسبب السهو، مقابل زكاة الفطر مثلا، أنا من باب الإيضاح والتمثيل ولا كلامه على السهو،
مقابل مثلا زكاة الفطر نقول زكاة المال، لأن الفطر يتعلق بالفطر، وأحيانا تسمى زكاة البدن. زكاة الفطر تسمى زكاة البدن، لكن إذا قلنا زكاة البدن ما تكون الإضافة بسببية، هذا مقصود في الإيضاح. فزكاة الفطر بسبب الفطر، لكن زكاة البدن قد تكون إضافة اختصاص، بمعنى أنها مختصة بالبدن. ومن هنا فإن حينما نقول زكاة الأموال أو زكاة المال، فإذا أردنا زكاة مال مقابل زكاة فطر فتكون من إضافة الشيء إلى سببه، وإذا قلنا زكاة مال مقابل زكاة بدن تكون إضافة اختصاص. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعني يلاحظ الإضافة، والإضافة مهم في فقه المسائل وفقه العلم وفقه اللغة كذلك أيضا، أن يعرف الإضافات بمعنى لماذا أضيف إلى هذا، هل هو سببية أو ملكية أو غير ذلك. المقصود أن سجود السهو سجود مضاف والسهو مضاف إليه، وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه. والسهو هو النسيان، السهو هو النسيان. وقيل إن بينهما فرقا، والصحيح عند التحقيق ما بين فرق، السهو والنسيان والنسيان والنسيان. لكن هناك من 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 فرق وقال ان 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 ان, أن, أن الناس اذا ذكر ذكر، والساهي اذا ذكر لا يذكر. قيل هذا، لكن اللي يبدو في اللغه هذه من المترادفات او مما يفسر بعضه بعضا. والسهو والنسيان هو عدم ذكر ما كان مذكورا، هذا هو النسيان. النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا او ما كان يعلمه، اي كلمه تقوم مقامها. عدم ذكر ما كان يعلمه او عدم ذكر ما كان مذكورا، وهو ذهول طبعا وغفله وغياب علم كان معلوما، وأحيانا يكون غياب عما كان في الذكر أو غياب عما لم يكن، أيضا يسمى يعني بعضهم يسمى نسيان. لما لم يكن قد يكون جهلا أكثر من نسيان، لكن ذكروا هذا، قالوا إنه دهول بغفلة عن عما كان في الذكر وعما لم يكن. لا، يبدو لي الذي الغفل عما لم يكن هذا جهل، لأن الجهل ما هو الجهل هو عدم العلم، الجهل هو عدم العلم بما شأنه أن يعلم، عدم العلم بما شأنه أن يعلم. بينما النسيان لا، عدم الذكر ما كان معلوما. لكن على كل حال هذا كلامهم، وتراجعونه أيضا وتنظرون في مدى تحقيق ذلك، لأن الحقيقة الجهل هو عدم العلم بما من شأنه أن يعلم، أو حتى بما من شأنه أن يعلم. ما الفرق إذا قلنا عدم علم ما من شأنه أن يعلم، أو عدم علم ما من شأنه أن يعلم؟ إذا قلنا ما يعلم يتعلق بالمعلوم، إذا قلنا ما يعلم يتعلق بالعالم. ولهذا عدم علم الحمار كما قلنا ليس جهلا، لأن أصله من لا يعلم، هذا ما من شأنه أن يعلم. وحتى الطفل قبل أن يميز هو شأنه أن لا يعلم، لكنه قابل للعلم. الطفل الصغير قابل أن يعلم، ولهذا يقولون هو عالم بالقوة، هو عالم بالقوة، بمعنى إذا كبر سوف يعلم. بينما كبر الحمار والحيوانات لا تعلم، صغرت ولا كبرت.
فهذا معنى قولهم عالم بالقوة. عالم بالقوة يعني هو في الوقت الحاضر غير عالم، لكنه قابل لأن يعلم، قابل لأن يعلم. المقصود أن قولهم في أن النسيان والثهو أنه ذهول أو غفلة عما كان في الذكر وعما لم يكن، قلنا عما لم يكن هذه محل نظر، محل تأمل. وقلنا فرق بين السهي أن نفرق بينهم، وعند التحقيق أنه ليس هناك فرق بين السهي والناسي. والحكمة في سجود السهو، ويكون سنذكر بالتفاصيل إن شاء الله مع الحديث، لكن لا مانع أن نذكر الحكمة. قالوا هو إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان. إرضاء للرحمن وإرغام للشيطان وجبر للنقصان، لأن الإنسان بطبيعته ضعيف وينسى، وحينما يستدرك ما نسيه لا شك أنه، وخاصة نحن نتكلم عن العبادات، فإنه يرضي ربه ويقصد إلى ربه، يريد أن يستكمل العبادة وأن يقدمها بين يدي ربه على أكمل وجه المستطاع. وأيضا مراقبة للشيطان، الشيطان هو الذي يدخل في بين الإنسان وبين صلاته لينسيه وليقول اذكر كذا واذكر كذا كما ذكر أهل العلم. وجبر النقصان، وهذا من فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل شرع هذا السهو سجود السهو ليجبر النقص الذي حصل بسبب طبيعة الإنسان، الطبيعة البشرية. قال باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي. العشي هنا في اللغة العربية وهنا هو ما بين الزوال إلى الغروب. لا تظن العشي في الليل، لا، العشي ما بين زوال الشمس الظهر يعني إلى الغروب، يعني إذا تكون إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر. ففي اللغة العربية حتى المساء أحيانا يطلقون على ما بعد الزوال مساء. ولهذا في الحديث في الحج الذي قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، يعني على الظهر ليس في الليل، رميت بعدما أمسيت قدر من الحرج، قالوا إنه رمى بعد الزوال. يوم العيد رميه كالصباح، يوم العيد جمت العقبة ثم صباحا، فهذا جاء ويصني رميته بعدما أمسيت، فقالوا إن أمسيت هنا بمعنى بعد الزوال. لكن العشي على كل حال هو ما بين الزوال إلى الغروب. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر. ابن سيرين رحمه الله يقول وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني هو من ضبطه ومن أمانته يقول النسيان من عندي وليس من عند أبي هريرة، وسمى بس أنا نسيت. وهي عند مسلم العصر، أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال المسيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ركعتين، بينما الذي يعرفه الصحابة أن العصر والظهر أربع ركعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها هذه المرة ركعتين. فقام إلى خشبة مع روضة في المسجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة مع روضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، بمعنى أنه قام من المحراب أو قام من القبلة وانتقل
إلى مكان قريب عنده خشبة يتكئ عليها، سواء اتكأ أو استند على هيئة المغضب. وتعرف حال الإنسان يعرف إذا كان منفتح الأسارير أو كان مغضبا أو كان يعني مقطبا أو كان عابسا، فهم يعني هم قالوا كأنه غضبان يعني أو هيئة الغضبان، وقد لا يكون غضبانا لكنه قد يكون مشغول أو مهموم بأمور بالأمة ونحو ذلك. فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك، لعله قال هكذا، شبك بين أصابعه. فأولا يدل على دقة ما نقل إلينا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عجيب ولله الحمد في هذا الدين وحفظ الله لهذا الدين، أنه نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته نقلا دقيقا ومحفوظا. ولماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به، فلما أمرنا بالاقتداء به حفظ لنا سيرته وأحواله كلها في بيته، في سفره، مع أصحابه، في السوق، في المسجد، في المغازي، في الجهاد، بل حتى قضاء الحاجة، كل شيء، وفي نومه، في يقظته، وفي صلاته، وفي أحواله كلها نقلت لنا نقل دقيق وثابت، ولا يعني يوجد في الدنيا كلها ولن يوجد نقل سيرة بهذه الدقة كما نقلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقتدي به فحفظ لنا سيرته وسنته، وهيأ أيضا بمنه وكرمه هذا الحفظ. ولهذا في قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، هذا من حفظ الذكر، يعني ما هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لتحفظ كتابها وتحفظ سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي لا يوجد في أمة من الأمم ما حفظ من تاريخها وسيرها وتراثها مثل ما حفظ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حفظا عجيبا ودقيقا. ومع هذا يأتي من يريد أن يشككنا في ديننا، ديننا محفوظ، سواء عبث وقال البخاري ولا اتهم البخاري، كل هذا لا يساوي شيئا. ولا تقلقوا، كل يتكلم على البخاري ولا يتكلم على مسلم ولا يتكلم، كل هؤلاء كلهم يعني كزبد يذهب جفاء، ابدا محفوظ من 1400 سنة. ما اطمئنوا، اقول اطمئنوا تماما، ما تكلموا عن البخاري ولا تكلموا عن مسلم ولا تكلموا عن السنه وعن وقال ما دون من 200 سنه، هذا غير صحيح، غير صحيح البتة. لكن نوع من اما جهل وإما مورضون، وكل هؤلاء مدحورون ولا يضر. حتى الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا لا يضر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئ، الله متولى كفايته وحفظه. ما طبعا حفظه يهيئ من يقوم بالحفظ. ولهذا حتى الحمد لله المسلمون إلى الآن يغارون على نبيهم ويغارون على دينهم ويغارون على، ولهذا لا تقلقوا أبدا ممن يريد أن ينال من هذا الدين، من القرآن الكريم أو من المصطفى عليه الصلاة والسلام أو من الكتب السنة، أبدا اطمئنوا، لأن الله هو الذي تولى حفظها. لكن يهيئ الرجال ويهر الرجال في كل عصر،
عندنا الحمد لله في عصرنا الآن أدوات التواصل وأدوات التقنيات العالية العالية جدا، هذا نوع من الحفظ الذي يقوم به المعاصرون، حفظ دقيق جدا، ما يدخلونه في هذه الأجهزة بأدق الدقيق ولا يختلف. المقصود أن هذا من حفظ الله، حينما يحفظه بمعنى يهيئ الرجال ويهل أي الناس الذين يحفظونه، ولا يضر يعني نبح من ينبح، فالقافلة تسير بقوة وبعزة وبحفظ وبأمان وبحفظ الله عز وجل. المقصود أن هنا انظر كيف نقول لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من المحراب أو من صلاه في القبلة إلى الخشبة، قال فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. إذن هذه الحركة كما سوف نرى بعد قليل ما أثرت على أن النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة. فمثل الحركات التي تحصل منك أنت وأنت تصلي، أو نسيت مثلا ركعة ثم جاء من ينبهك بغيرك ثم تكلمت معه، لا أنا إلا نسيت وكذا، هذا كله يضر. الكلام الذي يحصل بينك وبينه والحديث والحركات كل هذه ماذا منها في الصلاة ولمصلحة الصلاة ولو طالت لا تضر. هذه الحركة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا وشبك أصابعه، كل هذا حركة طويلة قد تأخذ دقائق، فلما نبهه رجع وكمل، ولم تكن هذه الأفعال ولا هذه المدة الطويلة سببا في أن يبدأ من جديد، لا كمل، لم يستأنف وإنما أكمل. فاتكأ عليها كأنه خشب عليه، فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك. العلماء قالوا إن تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، في الصلاة مكروه، لكن هنا ليس في الصلاة، يدل على أنه في خارج الصلاة لا مانع أن تشبك أصابعك، مع أني لاحظت بعض الناس عندهم تشاؤم بتشبيك الأصابع، ما في إشكال أبدا في غير الصلاة، يعني بعضهم إذا شبك يقول فك أصابعك، ما في شيء أبدا، لكن في الصلاة لا، الصلاة مكروه في الصلاة يشبك، أما خارج الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى الله عليه وسلم هنا شبك بين وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، يعني كما قال على كأنه غضبان أو كأنه مغضب. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. طبعا معلوم المسجد لما يسلم الإمام في ناس بسرعة يقومون، وهذا طبيعي، لأن الناس لماذا؟ عنده أشغال، عنده أعمال، عنده كذا، عنده تعرف، ليس كل الناس يجلسون بعد الصلاة يذكرون الله ويسبحون، وهؤلاء لهم عذارهم ولا ينبغي الإنكار عليهم، لأنهم لهم أدوا الفريضة وذهبوا إلى أعمالهم، قد يكون عنده مريض في بيتي، عنده دكانه، عنده حالة، وعنده طوارئ، عنده سفر، عنده مهمات، الناس تخرج ما في إشكال. فالمقصود يقول خرج السرعان، السرعان بفتح السين والراء، السرعان جمع سريع، وقيل السرعان وقيل السرعة، والمشهور السرعان بفتح السين والراء. وخرج السرعان من أبواب المسجد وهم يتحدثون، يعني يقولون قصرت الصلاة، لأنهم ما دام الرسول صلى ركعتين والرسول لا يسأل، الرسول لا يسأل لأمرين، أول مشرع والأمر الثاني مهيب كما سوف نرى. فهم يعني خرجوا ما عندهم شك أنه الصلاة أصبح بدل ما أربع أصبحت ركعتين، فهذا هو يعني العامة. وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصر الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر،
يعني في المصلين موجود، وقد يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين، وهم من هم في علمهم وفضلهم ومقامهم وثقتهم وأيضا قربهم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه. أولا يدل على أدبهما رضي الله عنهما، ويدل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه وعند المسلمين. فإذا كان أبو بكر وعمر وهم عايشين مع النبي لحظة بلحظة، عادة كثرة المعايشة والاحتكاك قد تقلل الهيبة، كثرة وخاصة إذا كان يعني صديق وملازم وحضر وسفر، أحيانا يعني تجعل اللسان يعني لا يهاب كما يهاب البعيد أو الغريب. لكن نظرا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وأيضا لمقام الصاحبين الجليلين الخليفتين أبي بكر وعمر، فكان فهاب أن يكلمه، مع أنه يعني يفترض يعني أو على الأقل في التصور ما دام أنهما ملازمان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أجرى من غيرهما باعتبار أنهما صاحباه وأنه معه من سنوات، فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، بمعنى فيه يداه فيه مطول عن غيره من الرجال، فيقال له ذو اليدين. وقال العلماء هذا يدل على الإنسان إذا كان يعني ذكر له لقب لا على سبيل الذم أو التنقص، لا مانع أن يقال ذو اليدين مثلا أو أبو رقبة مثلا إذا كان رقبة طويلة، إذا كان ليس على سبيل التنقص والتندر إنما على سبيل التمييز، قالوا هذا لا مانع منه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين، حتى الرسول سماه ذو اليدين، مما يدل على أنه يعني لا مانع أن يلقب إنسان بلقب متميز ما دام أنه ليس فيه تنقص وليس فيه ولا يراد به التنقص ولا التعيير، فلا مانع كما قال أبو يدين أبو رقبة أبو راس إلى آخره إذا كان يعني التميز فلا مانع. وذو اليدين اسمه الخرباق، وهو من بني سليم، وهو من بني سليم، وعاش طويلا عمر حتى يعني روى عنه صغار التابعين، حتى روى عنه صغار التابعين. وقال وهم الزهري رحمه الله قال إنه ذو الشمالين، قال إنه ذو الشمالين، إنه قال لا ذو الشمالين، قال ذو الشمالين قتل في بدر مبكرا، أما هذا فوهم. ولهذا الزهري قال إن هذا الحديث منسوخ لأنه متقدم، وهذا وهم منه رحمه الله. فالعلماء قال لا هذا ذو اليدين هو غير ذي الشمالين، واليدين قالوا من بني سليم وسموه الخرباق، وعمر طويلا حتى روى عنه صغار التابعين. وفي قوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله، هو تجرأ أحيانا، وهذا معروف يا أخواني في القوم وفي الأصحاب، في بعض يصير جريء يعني، وهذا نعمة أحيانا الجرأة تكون طيبة لأن يكون فيها خير وفيها فتح وفيها التشريع وفيها. أبو بكر وعمر هابا ما تكلموا، وسرعان الناس إذا قالوا الرسول هذا المصطفى وهو مشرع نزل عليه وحي وقصر الصلاة، لكن هذا بعض كمت عليه بعض الجلوس يكون عنده جرأة، إما مستملح وإما خفيف دم وإما يعني وإما أيضا يعني جريء، وهذه أيضا لطف في المجالس، أحيانا المجلس يحتاج لمثل هذا،
يحتاج الإنسان جريء، يحتاج الإنسان لطيف، يحتاج الإنسان يعني مرح، يحتاج الإنسان يأتي بأمور يعني يستحي الكبار أن يأتوا بها، وهي مفيدة. فهذا ذو اليدين رضي الله عنه صحابي جليل فاتح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا نسيت أم قصر الصلاة؟ هل مقصورة ولا تنسيت؟ فقد لم أنسى ولم تقصر، يعني ما كما قال سهو ذاهب، ما يعني ظن أنه أداها أربعا كاملة. فقال: أكما يقول يدين؟ رجع إلى الصحابة في أبو بكر وعمر والمجموعة اللي بقوا في المسجد، فقالوا: نعم، يعني ما صار إلا ركعتين. وقال العلماء أيضا فيه دليل على أنه قد يحتاج إلى توثيق، يعني ولهذا عندنا في المذهب قالوا في السهو أو أن يسبح به ثقتان، يسبح به ثقتان بمعنى لا يكفي واحد، لأن الرسول رجع إلى الجماعة وإلى بقية كما يقول ذو اليدين، بما يدل أنه لم يأخذ بقوله وحده، وإن كان ثقة عنده، ولم لم 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 يتهم اليدين، إنما توثيق. فالمذهب عندنا إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه عليه أن يستجيب له. وقيل لا، ثقة واحدة، إذا واحد في حديث طلحة ابن عبيد الله أنه هو اللي قال نسيت وأخذ بقوله، في بعض الروايات عند أبي داود وغيره أن في غير هذه الصلاة أنه نسي، فقال له أبو طلحة بن عبيد الله: نسيت، فاستجاب له وأتى بجبران النقص وسجد السهو، فهو واحد. لكن الذين يقولون بثقتين فأكثر يستندون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين رجع إلى الصحابة أكما يقول ذو اليدين، فقال: نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك، يعني أتى بركعتين الباقيتين، ثم سلم ثم كبر، بمعنى أنه جعل سجود السهو بعد السلام. وسيأتي إن شاء الله الأحكام، قد نتمكن اليوم، يمكن غدا نكمل الأحكام مع الحديث الباقي إن شاء الله. لكن المقصود قالوا أن من سلم عن نقص فيكون سجود السهو بعد السلام. سنتكلم من أحكام سجود السهو من حيث عن النقص وعن زيادة، وحكم هل سنة أو واجب أو إلى آخره، وهل يعني إذا كان سلم عن نقص أو سلم عن زيادة وهل هناك فرق، نشير إليه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونكتفي بهذا القدر، ولكم عن بقية فوائد الحديث وحديث الذي بعده في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.